السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم غادي يكون يعني تمرين من امتحان وطني، يعني اختارينا بزاف مجموعة من النماذج اللي غتكون يعني مختلفة. إذا اليوم غادي يكون يعني تمرين من امتحان وطني سابق، وكان يحتوي على بعض الأسئلة اللي هي إما أسئلة غير مباشرة أو أسئلة كنشوفها مرة. إذا على بركة الله غادي نبداو السؤال الأول اللي غادي يكون حول معادلة من الدرجة الثانية، عاد نشوفوا الأسئلة الموالية. إذا التمرين أولا، أول عنصر حل في إيغ مايال، حل في سي، حل في سي المعادلة الثانية، حل في سي المعادلة الثانية هي زد كاري ناقص جمال باي 2 فوا فوا زد زايد 2 كتساوي زيرو. إذا إلى حل هذه المعادلة، إذا دائما نفكر في حساب شنو؟ حساب المميز الدلتا. إذا غير بالنسبة للامتحان الوطني ما تبداوش الدلتا كتساوي، ما تبداوش الدلتا يقال، ردوا على التحليل لأنكم كتحاولوا في باك خص يكون التحليل يعني شامل للتمرين. إذا أول عنصر نبداو به هو لنحسب المميز، لنحسب مميز الدلتا حيث الدلتا كتساوي، حيث الدلتا إيكال. بالنسبة لكل درس اللي ممكن يكون في امتحان وطني غادي ندخل الدرس في التمارين، يعني اي عنصر يعني او سؤال في التمرين غادي ندخل فيه يعني واحد الجزء الصغير ديال الدرس. اذا الدلتا كتساوي بلوس 2 ناقص 4 اسي، ونحسبوا الدلتا ديالنا، وكل عنصر نوع اللي هي او بنوسي عائله حقيقيه تؤخذ بالاشاره ديالها. اذا هنا غادي ناخذ بي هو شنو هو؟ ناقص لاغاسين دو كاري هو بي ناقص 4 عامل لي ا اللي هي واحد، عامل لي سي هي لي 2. اذا غنساوي هنا 2، اذا دائما هنا ناقص اي عنصر فيها الدرجه خاص يكون ناقص داخل الاقواس. اذا ناقص شحال؟ ناقص 8 هنا لي شحال اللي هي ناقص 6. اذا الدلتا فهي كي دايره الدلتا سالبه، اذا المعادله تقبل حلين عقديين مترافقين، هاد الجمل كلها خاص يدخل في التحليل. اذا للمعادله، اذا الدلتا سالبة للمعادلة حلين عقديين مترافقين، حلين عقديين مترافقين، وهاد كلمة مترافقين خاص نستعملوها في الحل، هما كالتالي: الحل الأول زد واحد غتساوي ناقص ب ناقص أو زائد بحال ناقصين ديال موان دلتا أو قيمة مطلقة دلتا بحال بحال كتساوي، ونعوضو كل عنصر بقيمتو. إذا هنا بي هي شحال؟ بي هي ناقصين ديال 2 مع ناقص، ناقص هي إذا موان غاسين دو 2 مع موان هي بلوس، دونك هي ناقصين دو 2 موان إي ناقصين ديال أش ديال شنو؟ ديال ناقص مع ناقص هي زائد، علاش؟ على 2، علاش الكل على 2؟ ولكن حنا تعلمنا بان الاعداد العقدية تكتب بكيفيه واحده، اللي هي خص يكون لا بارتي ريال مكتوبه بوحده و ايماجينير لوحده. اذا غادي يساوي جمهور باي 2 على 2 ناقص اي جمهور باي 6 على 6 على 2. اذا هذا هو الحل الاول. دابا غنسجلوا الحل شنو؟ الحل الثاني. اذا الحل الثاني هو لدينا زد 2، زد 2 كتساوي زد 1 باخ، زد 1 باخ، ونقدو المرافق للعدد اللي لقينا هنا. ما هو المرافق؟ إذا نغير فقط شنو؟ الإشارة ديال لابارتي إيماجينيغ. حنا عندي ناقص هنا، أش ناخدو هنا؟ ناخدو زائد. إذا تساوي لاغاسين ديال 2 على 2 زائد إي لاغاسين ديال 6 على 2. دابا لقينا الحلين معا، وما ننساوش دائما اس، لان كتبوا لكم حل اذا خاصنا مجموعه الحلول. اذا ومنهم فمجموعه الحلول اس دون سي ايغال، ناخذ الحلين معا اللي هما جمهور باي 2 على 2 ناقص اي جمهور باي 6 على 2، والحل الثاني هو جمهور باي 2 على 2 زائد اي جمهور باي 6 على 2. إذا لقينا الجواب للسؤال الأول اللي مطلوب منا كحل المعادلة في المجموعة سي
اردو بلد تحليل في المتحف الوطني. ثم الان غادي يجينا السؤال الاول هي اللي يعطيونا واحد العدد اللي هو اي كتساوي شي قيمه نضع اي واش احدى الحلين ناخذ دابا هذا هو ثانيا الالف. اذا ثانيا الالف او ثانيا ربما اولا الالف هنا الف ب نضع اي ايغال وهذا عطاونا اي ريال. اذا نضع اي كتساوي جمر ب 2 على 2 زائد اي جمر ب 6 على 2 وغنشوفوا اشنو هو السؤال اللي غيطلبوا لنا في هذه هاد او هادي طلبوا لنا المعيار وما هو المعيار؟ هو امتداد لقيمة مطلقة الى المجموعة السين واش كتساوي هي لا سين ديال من ديال لا ريال كاري بلس ايماجين كاري. اذا بصفة عامة معيار ديال العدد اول عنصر طلبوا لنا بين ان واول عنصر بين ان معيار ديال او كتساوي جمر ب 2 وان ارغومون ديالها ارغومون ديال او توافق يعني ثلاث شرط توافق اشنو الفعلة فعلة 3 بترديد 2 بي. هذا هو السؤال ديالنا بين ان المعيار كتساوي 2 وان الترديد هو ان الزاوية كتساوي بي سور 3. اذا نسبقوا المعيار هو الاول نسبقوا المعيار لدينا ما يلي لدينا ناخذ المعيار ديالنا هو امتداد لقيمة مطلقة كتساوي لا راسين ديال ديالاش لا غيال كاري بلوس ايماجينيغ كاري. الا كان شي ناقص في شي رقم الا كان شي ناقص راه كنلقاو اخطاء هنا الا كان شي ناقص يتخذ مع كاري. اذا غتساوي جمر با ديال جوج على جوج على كل كاري. كذلك الا كان كسر يعني سو فورم دو ا سور بي غادي يتخذ او كاري ديالو زائد جمر با ديال 6 على 2 على كل كاري. ثم نبسطو الحساب ديالنا اذا غتساوي اثنان اس اثنان هي اثنان جمر با اثنان اس اثنان هي اثنان اثنان اس اثنان هي اربعه ثم جمر با سته وكاري هي سته على اربعه وغادي كل مقام واحد هي اربعه دونك غادي يولي هنا جمر با ديال شحال جمر با ديال ثمانيه على اربعه وشحال جمر با ديال ثمانيه اربعه هي نختز باربعه غتعطينا جي جمر با شنو جمر با اثنان. دونك هو السؤال اللي باغين بين ان معيار كتساوي هاد القيمه ثم ندوزو الى ارغومون. فيما كنلقاو ارغومون دونك كاين بزاف طرق تما كل واحد يعني الطريقه اللي غيستعمل باش يلقى ارغومون. ما معنى ارغومون هنا هي عمده يعني قياس الزاويه. دونك هنا فيما غنسمع ارغومون هنا احسن طريقه راه نحدد الشكل المثلثي. اذا ما هو ارغومون هي نقلب على الشكل المثلثي ديال من الشكل المثلثي ديال من. وضربنا المراحل ديال الشكل المثلث ما تنساوهاش نحسب معيار نعمل معيار نحدد الزاوية ثم نزيد ناقص إلى كان شي قيمة. هنا غنلاحظ بأن المعيار ديالي كاين فينا هو جمر با 2 إذا يكفي نطلقو بالدرس ديالنا. إذا نجيو هنا لنحسب أو نبين لنحسب أرغيومون دو بي هما طلبوا لنا بأن غنلقاو فعلة شحال فعلة 3 بترديد دو بي. هاد الترديد هذا ماشي فوا يعني ترديد يعني هاد الزاوية هادي إلا ضفنا ليها دو كابي غتبقى نفسها هذا هو الترديد ديال الزاوية. إذا غنطلقو مناش غادي نطلقو من العدد اللي عندي اللي هو U ونعمل شنو بالمعيار. إذن U إيكال كتساوي جمر با 2 عامل لاش غنعمل هنا بشنو بجمر با 2 وعلمونا في التعميل أننا ما هو التعميل يعني غنعمل باش ما بغيت يعني إلا جيت هنا بغيت نعمل خمسة من حقي نعمل خمسة. علاش؟ لأن كاين واحد الطريقة اللي كيقول لي باش إلا عملت بشي معامل غنقسم الحدود كلهم على داك المعامل. دونك عندي مثلا أ زائد إي بي بغيت نعمل بكا ممكن لأن غنقسم على كا وبي على بي على كا. دونك هنا غادي ناخد هاد العدد وغنعمل به جمر با 2 وتلميذ خصو يكون شوية ذكي يكون شوية ذكاء. هنا اش عندي هنا جمر با 2 غنعمل بها اش يبقى ليا؟ يبقى ليا واحد إذا بقى ليا هنا أن دومي. ثم هنا نرجعو للجذور أن جمر با ديال أ فوا بي اش كتساوي؟ هي جمر با ديال أ فوا جمر با ديال بي. كنلاحظ هاد الستة هادي اش كتساوي؟ كتساوي جوج في ثلاثة يعني اش غتساوي هي جمر با ثلاثة جمر با جوج غنعملو بجمر با 2 اش بقى بلاصتو؟ جمر با 3. إذا باش ننقصو واحد ليزيتاب هنا نربحو الوقت.
إذا غنساوي جد مربع إذا عملنا بها غيبقى لي أن دومي، أن دومي بلاص هذا زائد إي، ثم غناخد إذا ستة تبقى ثلاثة، إذا يبقى لي هنا جد مربع ثلاثة على إذن، حنا كتبنا شنو؟ عملنا بالمعيار، ثم من مورا ملي كنعملو المعيار خاصنا الزاوية، درنا في الفيديو اللي خاصة بالشكل المثلثي. قلت لكم اهتموا فقط شنو بلا غيال، لا غيال هاد لا غيال سور معيار بوحده، لا غيال سور معيار هنا كيخرج فيها اما ان دومي اما جوج مربع اثنين على اثنين اما جوج مربع ثلاثه على جوج. هاد ان دومي كنجمع واحد زائد جوج ثلاثه، دونك هي كوس بي سور 3 سي بي سور 3. دونك الى كانت انا غاسين دو 2 او غاسين دو 3 سور 2 كندير الضرب، اثنين في اثنين 4 جوج مربع كوز بي 4 ثلاثة هنا جمع مربع ثلاثة على جوج هي ستة، دونك هي كوس بير ستة. إذا هذه فقط غير واحد أسو صغير باش تربحو بها وقت في الامتحان الوطني. دونك إيكال هنا غناخدو هي جمع مربع اثنان عامل، قلنا هذا ديالاش كوس ديال من كوس ديال بي على بي على ثلاثة زائد شحال زائد إي سينوس ديال من ديال بي على نكتبو الشكل مختصر ومنه فا إي إيكال إي إيكال الشكل المختصر هو كناخذو المعيار ثم العمدة اللي هي بي سيغ سيغ 3. هذا هو الشكل كيتسمى بالشكل المختصر، وممكن إلا طلبوا ليا الشكل أوسي نزيد الشكل أوسي نطلبو. شنو هو الشكل أوسي هنا؟ هو إر إكسبونونسيال إي تيتا، يعني جمع مربع إثنان فوا إكسبونونسيال إي بي سيغ 3، هذا هو الشكل الأوسي. حنا بما أن ما طلبوش وما نحتاجوش نبقاو غير فقط في الشكل المختصر. دونك هذا هو اللي طلبنا، ولكن باقي ما يكملش لان قال لك ارغومون. اذا غنستنتجو دابا ارغومون، اذا السينتاج اذا ارغومون دو او، اذا عمده ديال او تقيس ان شحال هي بي سيغ 3 مودولو دو بي، يعني بتردد دو بي. اذا حنا جاوبنا على السؤال ديالنا وغنشوفو العنصر اللي غيكون دابا شنو بي، غنستعملو هاد العنصر اللي هو لي طالبين لينا. غير بالنسبة للتمارين ردو بال أن هناك ترابط بين نتائج شنو ديال الأسئلة. إذا السؤال الموالي غادي يطلبوا لينا واحد علاقة أغلبية التلاميذ كينساوها اللي هي صيغة شنو علاقة موافر. إذا ما تنساوش هاد العلاقة هادي كعنصر هام، هاد العلاقة ما غيسموهاش هما موافر. موافر إذا نعرف إلا كان زاد زاد كتساوي إغ إغ تيتا، يعني الشكل أوسي ديال المثلث، فإن يعني أن نكافي أن زد إكسبوز إن إيكال إغ أوس إن، يعني كياخذ هذا المعيار كياخذ هذا كأوس، ولكن العمدة لا كتاخذ كشنو كمعامل. إذا هنا إن شنو إن إن تيتا. إذا ردوا بال دائما صيغة العلاقة الموافر في غنحتاجوها. بالنسبه لهنا هذا العنصر يعني اشنا هو الهدف منه؟ الهدف منه راه شرحته في السؤال ديال الاسئله ديال متعلقه بالكومبلكس. الهدف ديالهم واش هذا زوجي فوا بي ولا فردي فوا بي، هو الهدف ديالهم. دابا ندوزو الى السؤال الموالي اللي هو شنو، اللي هو بين ان او اكسبوزون 6 يعني او 6 عددا يعني حقيقيا، يعني خاص يكون عدد ما فيهش اي، خاص يكون عدد ما فيهش اي. اذا هنا في غنستغلو هاد العلاقه اللي هي علاقه شنو علاقه موافر. اذا غادي نرجعو لهاد العدد غنطلق مناش من الشكل المثلثي، والشكل المثلثي دونك راه عندي ها هو. اذا نطلقو منه واش باش نكتبو؟ اذا نكتبو ليهم لدينا لدينا اي ايغال la racine de 2 la racine de pi sur 3 و غنسنجو اش باغيين. اذا u اكسبونون 6 ايغال هاد اكسبونون 6 غادي نستعمل فيها علاقات موافر، يعني هاد المعيار غادي ياخذ اس وانما العمده غتاخذو معامل. دونك غتولي شحال هنا تولي جوج مربع ديال جوج و 6، ولكن 6 غادي نضربها شنو غادي نضربها في بي سيغ سيغ 3. إذا تضرب هاد أوسيو كضرب في المعيار في العمدة، بالنسبة للخاصية ديال العمدة تعاملوا معها كأنكم كتعاملوا مع إلين، أنها نفس خاصية ديال من ديال إلين. دونك غادي نجي هنا، إذا
تو كاف ان نشوفوا هذا 2.6 ممكن نحسبوها شحال جمر بعيد 2.6 شحال هي هي 8 لان جمر بعيد جوج او كاري الكل 3 دونك هي 8 ثم هنا سنختزل نختزلو هنا تولي نضرب هنا نقسم على نختزل على 3 دونك تولي هنا شنو 2 دو بي هنا كلكم غادي توصلوا الى هذا على قال كلكم غتوصلوا هنا ولكن الهدف شنو هو هو اللي غيجيب المراد هنا في ترد البال هنا واش هو زوجي ولا فردي واش هو عدد زوجي ولا عدد شنو عدد فردي حنا الا كان زوجي كنديروا بلاصتو زيرو لانها افاصيل منحنيه كل اللي هي دو كابي راه منطبقه مع زيرو الا كان فردي فردي غنحيد كوشي وغندير بلاصتو بي كما كان العدد سواء سالب سواء موجب غير الشرط فردي إلا كان هنا فردي فوا بي بحالاش 11 بي 9 بي موان 7 بي غنحيد العدد كله ونخلي بلاصتو بي علاش لأن الأعداد الفردية فوا بي راه منطبقة مع بي دونك هنا بما أنه زوجي شاك بون إذا إيكال غادي تساوي 8 شنو 8 والزاوية هي زيرو الآن دابا غادي نرجعو للور نرجعو للوراء للشكل المثلثي نرجعو للوراء لأن داخل مكناش نرجعو للوراء حنا وصلنا كنا هنا فين غنمشيو غادي نمشيو هنا ونكمل غادي اللور دونك هو شنو امبليك ان كيو هاد ان او اكس بوزون 6 ايغال هاد المعيار نخرجوه لبرا هاد المعيار يرجع لبلاصتو هنا يرجع لبلاصتو وهنا غندير كوس الزاويه اللي عندي عشان الزاويه اللي عندي هنا هي زيرو اذا غتساوي شنو هي جي مربع اثنان عامل لي كوس ديال زيرو زائد اي سينوس ديال من ديال زيرو بحال هكا كنرجعو للوراء للشكل المثلثي هنا نعلم ان كوز زيرو شحال كوز زيرو هو واحد سينوس ديال زيرو هي زيرو دونك هاد القيمة كلها اش غتساوي هادي كامل غتساوي شنو غتساوي غتساوي واحد اذا واحد فوا هاد لي زون هنا وستة منها هي ثمانية اذا هذا ثمانية فوا واحد دونك هاد او اكس بوزون سيس اش كتساوي كتساوي ثمانية وما هو الاستنتاج انه عددا حقيقيا ما بقاش فيه اي فهو عنصر ينتمي ليه هذا بنفس واخا يكون فردي هنا غتكون نفس العلاقه غير غتكون الزاويه تما بي هنا بي وكوس بي هو موان زير سي بي هي زيرو غادي يبقى بلاصتها موان زير للفكره العامه الا كان زوجي غادي يبقى بلاصتها كله هو واحد الا كان فردي براسو كله هو ناقص واحد دونك غادي نكتبو دابا هنا اذا الاستنتاج ديالنا اذا U إكس بوزون 6 عدد حقيقي هذا هو اللي مطلوبنا كسؤال لأنه هو عدد حقيقي هو السؤال اللي مطلوب إذا نشوفوا السؤال الموالي اللي هو ثالثاً يعني أعتبر النقاط أول بحيث لحق العلماء على التوالي هو 4 ناقص 4 يجمع 4 3 هو ديال R وأن البي كتساوي 8 دابا غنشوفوا الدوران أعطونا دوران مركز O وزاوية بي سيغ 3 إذا ألف ألف إر دوران إر دوران دوران مركزو إر دوران مركزو أو وزاويته زاويته هي بي سيغ سيغ 3 هذه معطيات إذا السؤال اللي غيكون هنا هو عبر عن زد خيم بدلالة بدلالة زد هذا هو السؤال ديالنا إذا غناخدو التمثيل العقدي للدوران التمثيل العقدي للدوران هنا غنكتبو لهم بما أنهم باغيين زد خيم وزد خاص نعتبر هاد الحق ديال من أن دائما إم راه مرتبطة بالزد دونك إم بخيم غتكون مرتبطة بزد بخيم إذا غنكتبو لهم لتكون راه غيكون في المعطيات لتكون إم خيم لحق ديالها هو زد خيم وان ام صوره ديزو ان اف خيم صوره ام ام زد بالدوران اخ هي الجمله ديالنا سواء كان ازاحه او تحاكي غناخذ نفس الجمله اللي غنبدل فقط هو الرمز شنو الرمز ديال التحويل اما تي في ازاحه اش في التحاكي اللي هي اوموتيتي وان ار اللي هي روتاسيون ار بالنسبه للدوران غادي نجي هنا اللي غنكتبو لهم الى دقي علينا شنو الصورة يعني ليماج دو ام ايكالا ام خيم
هذا العلاقة ديالنا R دو L إيكغاي بخير. ثم غنكتبو ننطلقو من المركز، ننطلقو من المركز، أو كاين اللي ممكن ينطلق من التمثيل العقدي بصفة عامة. غادي نكتبو ليهم نعلم أن التمثيل العقدي للدوران بصفة عامة شنو هو؟ هو زد بخيم ناقص أوميغا كتساوي إكسبونسيال تيتا عامل زد ناقص أوميغا، وغادي يعوض أوميغا بقيمتها ويكمل. دونك هنا حنا شنو عندنا؟ عندنا أو هو شنو هو المركز أو اللي غنطلقو منه. دونك نكتبو لهم أو، أو أشنو؟ أو الصورة، يعني الصورة شنو هي؟ هي بخيمة. دابا هنا ممكن يعطيكم شي نقطة أخرى ماشي ما باغيش زد بقيم، حدد مثلا لحق بي صورة أ بالدور أخ، غادي نكتبو هنا أو بي إيكال إكسبونسيال إكسبونسيال إي بي سو 3 فوا شنو فوا أو إم أو إم، هذا هو المنطلق ديالنا. دونك لافيكس ديال هذا غيساوي هذا فوا لافيكس ديال هذا. حنا غنحلو لو ديريكت بلا ما نكتبو افيكس. دونك غنكتبو زد بخيم ناقص شحال أو، شنو هو اللحق ديالو؟ هو زيرو. غنكتبو زد أو، دونك راه هو زيرو إيكال إكسبونسيال إكسبونسيال إي تيتا لي إي بي سو 3 فوا شنو فوا زد ناقص 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 زيرو. ثم بالنسبة لهذا خاص تعرفو كيفاش كنحولو إلى جبريا. هنا غنكتب هنا قبل ما نكمل التحليل ديالنا، هادي قلت لكم غادي ندخل الدرس في التمرين. ان اكسبونسييل اكسبونسييل اي تيتا بصفة عامة، اي تيتا راه هي كوس الزاوية تيتا بلوس اي سينوس الزاوية تيتا. هادشي كلكم خاص تعرفوا هاد العلاقة اللي كنرجعو من اشنو، من اكسبونسييل الى كوس السينوس، اللي غنبر بعدا نحتاجوها في الاخطاط في الصيغة اوليا. إذا نكملو دابا هنا، إذا نمبليك كو زد بخيم، زد بخيم إيكال، زد بخيم كتساوي شحال هنا؟ هنا زيرو مشا، هذا حولو، دونك راه هو هذا، دونك راه هذا هي إكسيلاسيون هي واحد بيس سوغ توا، دونك هي شنو هي كوس، بحال غنحيدها شنو بحال غنحيدو لأن ويلا، بحال غنحيدو فقط هي ديك 8، دونك أش نولي هذا غادي يولي عندي هنا كوس ديالاش؟ هي كوس ديال بي سوغ توا، بلوس إي سينوس ديال بي سوغ توا. على كل مساو زاد فوا فوا زاد. دونك فقط طبقت العلاقة ديالي ديال هذا اللي هو شنو اللي فين إكسبونسيال إي تيتا. ثم نعلم أن كوس ديال بي سو خوا شحال هي أن دومي، وأن سين شحال هي غاسين دو تخوا دومي. دونك هنا تتولي دونك زاد بخيم، زاد بخيم إيكال أن دومي، أن دومي بلوس إي غاسين دو تخوا دومي، لو تو فوا شحال لو تو فوا فوا زاد بخيم. هذا هو اللي مطلوب منا، اللي هي كتاب عبر عن زد بخيم بدلالة الزاد. لقينا الزاد بخيم شحال كتساوي اون فونكسيون دو اون فونكسيون دو زد. إذا نشوفو السؤال المهم، نردو بال دائما أسئلة ديال الدرس، أسئلة ديال الدرس، إذا نحترمو الدرس باش ما ندوقش في التمارين. عفونا الذهاب، تحقق أن بي هي صورة أ ب الدوران الدوران إخ. تحقق أن ب هي الصورة، باش يعرفي بأن هي صورة، نتحقق أنها الصورة. هنا ردوا بالي التحليل، هنا ما نطلقوش من ب مباشرة، هذا يسمى بالتمثيل العقدي، يعني بحال الإنفوكسيون غنعوضو فيها الصور، باش نحسبو الصور بشي دالة كنعوضو لي زيكس قيام هما، راه حتى هو هذا. إذا هنا الصورة هذا السابق، إذا أي عنصر بغيتو سمح لنا زاد زاد بخيم هنا زاد، أي عنصر بغيتو أش غندير؟ غنعوضها شنو؟ زاد قيمتها. دونك غادي نطبقو من هنا، حنا باقي ما عارفينش بأن ب هي الصورة، إذا أش غنديرو؟ نطبقو واحد النقطة أخرى اللي هي ب بخيم، ونبينو بأن ب و ب بخيم منطبقتين. هاد السؤال ردوها مزيان، راه كاين الفرق بين تحقق أن لحق ب صورة أ هو، وتحقق أن ب صورة أ، إذا ردوها على السؤال هذا. إذا حنا غنجيو على شاك سبون، لتكون لتكون بي بخيم ماشي بي بي بخيم. إذا في الأخر خصني نبينو بأن بي راه هي شنو؟ راه هي بي بي بخيم، إذا خصني نتوصلو هاد النتيجة أن بي راه هي بي بخيم. إذا غندير نكتبو هنا لتكون بي بخيم، يعني صورة صورة أ بي الدوران إخ، هادي الجملة ديالنا. حنا ما نطلقناش من بي، نطلق من بي بخيم، والهدف ديالنا خاصني نبين بأن هاديك بي اللي طلقنا منها راه هي بي، واضحة؟ غنبين بان بي بخيم اللي طلقنا منها راه هي شنو؟ راه هي بي. دونك هنا غنجي نطلقو من هذا هذا هذا
لا ار هنا ار ان بي بريم الصوره ا ماذا يعني؟ يعني ان الصوره ديال ا راه كتساوي بي بريم. الصوره ديال ا كتساوي بي بريم. و نجيو دابا هنا ولدينا اش عندنا؟ عندنا التمثيل العقدي ولدينا زد بريم كتساوي هذا زد بريم كتساوي كتساوي ان دومي ان دومي بلوس اي راسين دو 3 دومي فوا فوا زد. دونك هذه هي التمثيل اللي غنعوضو فيها اي عنصر بغينا. شنو هو الصوره دابا؟ هي بي بريم. دونك غنعوضوها هنا. شنو هو الانتيسيدون واللي هو السابق هو ا؟ نعوضو هنا ب ا. يعني نجيو هنا نكتبو هنا دونك زد دو بي بريم ماشي بي ايكال ان دومي فاكتور دو ان دومي زائد زائد اي لا راسين دو 3 دومي جمع باتات على جوج فوا شنو؟ فوا زد دو ا زد ديال ا. وغادي نرجعو للمعطيات غناخدو زد ا نعوضوها بقيمتها ونشرو. اذا ايكال غتساوي واحد على جوج واحد على جوج زائد اي جمع باتات على جوج فوا شحال؟ فوا زد دو ا. إذا رجعتو للمعطيات لقوا بأن أ هي أربعة ناقص أربعة إي جمع ربع ثلاثة. إذا هي أربعة ناقص أربعة إي جمع ربع ثلاثة. دابا غنشر هادشي كامل. إذا غتساوي شحال؟ ننشر غنضرب هذا. المهم النشر عادي أن دومي فوا كاطخ هي إثنان. ها هي إثنان ثم أن دومي فوا هاد القيمة غنخرجو جوج مع جوج هي ناقص إثنان إي جمع ربع ثلاثة. غنضربو هذا في هذا غتخرج لي 2 مع 2 إذا هي زائد زائد إي 2 إي جمع ربع 3. غادي نضربو هذا في هذا هذا في هذا شيولي غادي يولي هي 4 إي أوس 2 في لاغاس دو 3 دومي أو كاري هنا على 2 واضحة. إذا تولي ناقص ناقص كاينة ياك ناقص هي كاينة ناقص لأن عندي هنا زائد وعندها ناقص ولكن ما نساوش اي فوا اي هي شحال؟ هي اي او كاري اي فوا اي اي او كاري اي او كاري شحال هي؟ ناقص واحد. وغتقلب هذا يولي زائد غتولي هنا زائد. دابا اش بقات لينا هنا؟ أربعة 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 تخرج مع من؟ تخرج مع جوج اش يبقى لكم تما؟ اثنان مزيان كاين واحد اثنان هنا اثنان جمع ربع ثلاثة فوا جمع ربع ثلاثة هي ثلاثة. إذا ثلاثة في جوج شحال؟ هي ستة. إذا تولي هنا بلوس شنو؟ بلوس بلوس 6. دونك إيكال نتوما ديرو حساب عادي بسطو حساب عادي وكملوا الحساب ديالكم من بعد. دونك هادو غادي يكون غادي يكون دو فالور يعني أوبوزي غادي يمشيو لينا اش يبقى؟ غتبقى جوج زائد ستة اللي هي شكون اللي هي؟ اللي هي ثمانية ثمانية. دابا اش غنديرو؟ غادي نرجعو للمعطيات غنشوفو هادو واش هي بي. إذا رجعتو للمعطيات نلقاو بأن زد ديال بي اش كتساوي؟ كتساوي شحال؟ كتساوي ثمن هادي باش غنكتبو هنا. إذا تساوي شحال؟ تساوي زد دو بي اللي هي شنو هي؟ بي صغيرة. وما هو السيداج دابا؟ إذا بي هي الصورة ديال أ بالدوران بحال هكا السيداج. إذا بي هي صورة أ بي الدوران الدوران إخ. هذا هو السؤال ديالنا إلى حد اللحظة. ثم اخر سؤال هنا في طرد دو بال لان واحد تخوازون دابا في السين تبع لقيت بان الدوران دخلوا باش تستغلوا باش تلقاو طبيعه شنو طبيعه المثلث. اذا دابا هنا اخر سؤال هو يستنتج ان المثلث او ا بي متساوي اضلاع. يستنتج ان المثلث او ا بي متساوي اضلاع. السؤال ديال الاخير ديالنا بان كنظن جيم يستنتج استنتج أن أو أ بي متساوي أربعة. إذن السؤال مهم ردوا لي بال مزيان لأن غادي نستغلو شنو؟ غادي نستغلو الدوران. إذا ماشي الشكل مباشر الشكل المثلثي كما ولفنا في التمارين الأخرين. إذا هنا غنحتاجو شنو؟ استغلال الدوران لي ولكن غادي نستغلو إلي ما سبق لأن كلمة استنتج يعني أننا خصني نستغلو اللي قبل. الى عرفتوا تقراو اسئله ديال الامتحان الوطني راه غتجاوبوا على كلشي صحيح. انا فرق بين تحقق وبين واستنتج. بين دونك غادي نستغلوا الضغط زائد المعطيات. تحقق فقط نطبقوا من السؤال نفسه ذاته. اما استنتج غنطبقوا من النتائج السابقه. استنتج
ننطلق من النتائج السابقه. اذا بينا قبل بينا بان بي صوره ا، قبل ما ندوزو لهذا السؤال نشوفو الدوسو الاول. دونك هنا كعنصر هام دائما رد بلد على قرعة ما هام. دابا عندنا دوران، لدينا اير دوران، لدينا اير دوران. ما غنناقش المعلومات اللي عندنا، ناخذ مثلا اوميغا، اوميغا وزاويته تيتا، هذا دوران مركز اوميغا وزاويته تيتا. نشوفو كيفاش غنستغلو هاد بصفة عامة باش نطبقو عليه الحالة اللي عندنا. اير دوران حيث الصورة أو R دي M إيكال إل بخيم. هنا عندي R دو A إيكال A إيكال B، هي دونك على هذا غنسقطو على هذا كحالة خاصة. دونك ملي غيكون عندنا المجموعة العنصرين أن R M هي إل بخيم، الصورة ديالها هي إل بخيم، وأن عندي دوران معروف بالمركز والشعاع. هنا واحد الإستنتاج، الإستنتاج خصنا نحطو قدامي اللي هو الدوران أو النتيجة، النتيجة الدوران هندسيا، نتيجة الدوران الهندسية اللي درنا في سيزيام. لأن هاد العام حنا درنا شنو؟ درنا في الدوران هنا درنا في درنا التحليل التحليلية يعني جبريا. هنا غنشوفو هندسيا ماذا يعني؟ يعني أن أوميغا إم كتساوي أوميغا إم بخيم، يعني أن المسافة أوميغا إم كتساوي المسافة أوميغا إم بخيم، هذه الأولى. وأن القياس الزاوية أوميغا إم اوميغا ام اوميغا ام بخيم اش كيقيس؟ يقايس ثيتا مودولو دو بي، بحال هو العلاقة ديالو. دونك إلا عندي هذا راه عندي هذا ديريكتور اوتوماتيكمون، عندي هاد جوج نوطير دونك غنسنجو هذا حرفيا. دونك إلا عندكم هذا، إلا عندكم هاد الكتابة هادي كاينة، أنا رد بالي هاد الزاوية هادي، هادي حرفيا. إلا كانت هاد الزاوية هادي بي على اثنان أو ناقص بي على اثنان، ما هو طبيعة المثلث؟ فهو متساوي الساقين وقائم الزاوية، لأن عندنا التساوي. إلا عندي هذا بي سوغ تخوا، أن المثلث كيداير متساوي أضلاع، إذا دو بال للدوران ستغلو في طبيعة شنو؟ طبيعة المثلث. إذا حنا غنطلقو من هنا، هنا لدينا شنو؟ لدينا بي صورة ديال أش؟ صورة ديال أ بالدوران، بالدوران أخ. يعني أن شنو هنا؟ يعني أن R دو A إيكالا إيكالا B. ثم نسنجو العلاقة ديالنا، العلاقة هذه نسنجوها منو؟ شكون هو المركز عندنا هنا؟ هو O. شكون هي الصورة؟ هي B. شكون هو السابق؟ هو A. إذا غنقولو أن أو A كتساوي شنو؟ كتساوي O أو B، هذه من جهة. ثم الزاوية، أشنو الزاوية؟ الزاوية أو A أو B موجهة، والزاوية أو A أو بي، الزاوية أو أ هي زيرو، يوافق بي سيغ تخوا بترديد دو بي، هاكا توقفو. دونك بسيط، يعني دوارا فقط، يعني درس، اللي شاد الدرس ديالو لي كومبليس كلو غيكونو صحاح، فقط رد بال فقط الإشارات ديال الحساب. ما هي طبيعة المثلث؟ ضلعين متقيسين بلاتهم 60 درجة، يعني أنها مثلث متساوي أضلاع. ضلعين واحد كيساوي واحد بيناتهم 60 درجة، إذا هذا غيكون يقيسهم. إذا الاستنتاج هنا، إذا المثلث أو أ بي فهو متساوي متساوي أضلاع. هذا هو اللي طلب منا، يعني فرض بالك رديتو بال بحال هكا الدرس ديالي، راه ما غنفوتش 25 مينوت في كومبلكس. إذا هذا هو امتحان وطني.